سعيدة لما شفت الانونسمنت بتاع اليو ان انوفيشن تكنولوجي لاب، وده بالتعاون مع مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال هنا في القرية الذكية في القاهرة. زي ما احنا عارفين دلوقتي التكنولوجي هي ترند، ليها ترندز مختلفة بتأثر على حياتنا وبتأثر على ازاي البيزنسز ار كوندكتد وازاي على الاقتصاد بصفة عامة وعلى كل جوانب حياتنا. ففعلا السيشن دي كانت مهمة جدا النهاردة ان نيجي ونعرف يعني ايه بلوك تشين وازاي ممكن يأثر على أنشطة كثيرة جدا مختلفة في حياتنا وفي البزنس، وإيه دور الحكومات المختلفة وإيه الجوانب المختلفة للبلوك تشين وتنظيمه والجوفرنس بتاعه. أنا حقيقي سعيدة جدا بالسيشن النهاردة وكانت مفيدة جدا بالنسبة لي، وبشكر اليو ان تكنولوجي انوفيشن لاب وبشكر تي اي اي سي. شكرا لكم.